والناس بتعتبر، بما اننا بنتكلم، والناس بتعتبر ان كلامنا عن الاجهاد تبرير او شيء من هذا المنطلق، وهو في الحقيقه، في الحقيقه بالنسبه للاعب كره القدم، بلاش بالنسبه للاعب كره القدم، بالنسبه لاي شخص في العالم، بيقول لك الاجازه في اوروبا يوم الاحد دي الناس كلها بتبقى ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان هي تاخد الاجازه فعلا علشان تقدر تكمل بقيه الاسبوع. وبالتالي انا بقالي سنتين ما بعملش حاجه غير ان انا بلعب مع منتخب مصر وبلعب مع النادي الاهلي عشان اكسب كل المباريات وكل البطولات اللي انا بلعب فيها، وفي نفس الوقت يعني بيتلام عليا دلوقتي. هو ما فيش فريق في العالم بيحصل فيه في النادي الاهلي ده، يعني من عدد المباريات ده علم. اولا التدريب ده علم، انت يعني الحمل البدني واللود وعدد المباريات ده علم. ما فيش لعيبه بتلعب 150 بالعدد الموجود ده، 150 مباراه في اخر سنتين. اكيد يعني عدد المباريات كبير قوي قوي، احنا لاعبين اربع ماتشات في اخر 9 ايام. يعني ده لسه يوم من 14 اغسطس ل 23. 9 ايام هتلعب فيهم اربع، من 21 ل 30 احنا لاعبين اربع ماتشات في 9 ايام. يعني ده يا جماعه ده حمل بدني كبير جدا.